السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. Can you hear me clearly? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello. Can you hear me clearly يا بنات؟ Okay, very good. You can hear me then. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. My name is Dr. Manal Al-Tawzi and I'm going to teach you seminar in linguistics this semester, inshallah. First of all, let me write down my name so that you can all see it on board. Okay, I'm going to use the whiteboard. Okay. Okay, so as you can see, my name on board, it's Dr. Manal Al-Tawdi, and I'm going to teach you a seminar in linguistics this semester. The book that we are going to study is, I'm going to write the name of the book. Okay, the name of the book is Pragmatics and Discourse, a resource book for students by Joan Cutting. Okay, Joan Cutting. The publisher is Routledge. Okay, بنات. So you can hear it, you can see it on board, مش كده؟ Pragmatics and Discourse, a resource book for students by Joan Cutting Routledge. You will find it available in Al-Khwarizm Bookshop inside the campus. Okay, في الجزء اللي احنا هنغطيه من الكتاب انا سابع منه نسخة. I left a copy today. في الخوارزم بوك شوب انسايد الكامبس مكتبه الخوارزم جوه جوه فرع البنات جوه الجامعه يعني. اوكي اظن كده ممكن كلكم تتحصلوا عليه. هتلاقوه موجود هناك باسم دكتوره منال التودي حلقه بحث في اللغويات لين 424. اوكي الجزء انا صورت لكم بس الجزء النظري اللي احنا هنغطيه. اوكي الجزء النظري اللي احنا هنغطيه لان الكتاب الاصلي انا مش عارفه يعني مش موجود في المكتبات يمكن تتحصلوا عليه من على النت انا مش متاكده. ممكن تجربوا تتحصلوا عليه من على النت اور وات ايفر. هو ما الجزء اللي احنا هنغطيه من الكتاب انا اللي هو الجزء النظري انا مصوراه وسايبه نسخه في مكتبه خوارزم اللي جوه الجامعه.
تحت اسم المادة حلقة بحث في اللغويات برقمها 424 باسمي، اسم الدكتورة منال التوجي، علشان خاطر ما يحصلش لخبطة و ما يحصلش لخبطة وتلاقوه في وتاخدوا مثلا الكتاب اللي كان مقرر الترم اللي فات. اوكي يا بنات، يعني ممكن يحصل لخبطة وتاخدوا الكتاب اللي كان مقرر الترم اللي فات ولا حاجة. اللي من الرياض حاولوا تشوفوه كده. طب ولاء واماني بتقولوا انتوا من الرياض او من مناطق تانية، حاولوا تشوفوه ممكن يكون نازل على النت، تلاقوا نسخة منه على النت نازلة حتى PDF كده ولا حاجة. It's not مش عارفة إذا كان في إمكانية حد يجيبه لكم من هنا من جدة، ولا من جدة ويبعته لكم ولا إيه، أنا مش عارفة. أوكي طيب، دلوقتي على بالنسبة لل طبعا بالنسبة للأوفيس أورز بتاعتي هي حد وثلاث وخميس، برضه هكتبها اون بورد Sunday Tuesday and Thursday from 11 to 12 الجوهرة بيلدينج روم 120. اوكي يا بنات، بالنسبه لي الاوفيس اورز بتاعتي Sunday Tuesday and Thursday from 11 to 12 من الساعه 11 للساعه 12 الجوهره بيلدينج روم 120. بالنسبه لي تقسيم الدرجات، انتوا عارفين طبعا الماده دي مقسومه لجزئين، جزء نظري، احنا معانا الجزء اللي معانا من الكتاب يا مرام اللي هو الجزء اللي هو الكتاب متقسم لA، يعني متقسم بارت، بارت A بارت B بارت C بارت D. انا واخده بارت A بس الكتاب، لو عندكم الكتاب هتلاقوا الكتاب مقسم الى بارت Part A Part B Part C Part D. اللي علينا اللي هو Part A فقط، هو ده اللي انا مصوره لكم، Part A اللي هم لغايه Page 54، من Page 1 ل Page 54. اوكي واضح يا بنات، من Page 1 ل Page 54. طيب الـ بالنسبه لتقسيم الدرجات، انتوا عارفين طبعا ان الماده دي مقسمه الى جزء نظري وجزء ريسيرش، ريسيرش بيبر. الجزء النظري اللي هو الكتاب اللي هو هندرسه، وده هتمتحنوا فيه في الفاينل عليه 70 درجة، 70 marks for the final، بكتبها اهو برضو على البورد عشان تبقى باينة عندكم، و 30 marks for the research paper. اوكي يا بنات،
تقسيمة الدرجات هتبقى فيه 70 درجة على امتحان الفاينل و30 درجة على الريسيرش بيبر. ال70 درجة بتاعت امتحان الفاينل اللي هي هتبقى من الجزئية اللي هنغطيها في الكتاب، الجزء الثيوريتيكال اللي هنغطيه في الكتاب. ال30 marks for the research paper هتبقى على الريسيرش بيبر اللي هتسلموه، في المادة دي. الريسيرش بيبر last date الفاينل date to hand in، هكتبها لكم على البورد، to hand in the research paper اللي هو Sunday 3rd of May، الأسبوع اللي هو بيبتدي Sunday 3rd of May. أوكي يا بنات، الـ final date to hand in الـ research paper Sunday the 3rd of May، يوم الأحد 3 مايو. يوم الأحد 3 مايو، أوكي؟ وده هيبقى تقريباً قبل الاختبارات بأسبوعين علشان تتفرغوا لمذاكرة الاختبار، ما يبقى بقى أنتوا مشغولين في الريسيرش وفي المذاكرة وفي البتاع، فده أفضل لكم علشان تتفرغوا للاختبار. Sunday the 3rd of May آخر ميعاد لتسليم البحث إن شاء الله. هتيجوا للجامعة في أثناء الأوفيس أورز بتاعتي، بتمضوا ان انتوا سلمتوني البحث اللي قدام اسمكم وبستلم منكم البحث. اوكي يا بنات. طبعا اللي يخلص قبل طبعا، وممكن كمان اللي يخلص قبل اديله بونص تو مارك. اللي يخلص قبل ويسلمه قبل الميعاد ده كمان ممكن ياخد بونص تو مارك. فطبعا انتوا كل ما تخلصوا البحث كل ما تخلصوا البحث بدري كل ما يبقى افضل لكم عشان تتفرغوا للمذاكره. كويس ان الدوره في بدايه الترم ده الدوره بدري، فتقدروا تشتغلوا وتخلصوا البحث وتسلموه. البنات اللي من المناطق ممكن تبعتوا لي برضه على الايميل، هكتب لكم الايميل بتاعي اللي هو ميل الجامعه. ميل الجامعه، انا ماليش اي ايميل تاني غير ميل الجامعه. اوكي الميل بتاع الجامعة ميل تاودي at kau.edu.sa، هو انا كاتباه قدامكم على البورد يا بنات. ميل تاودي at kau.edu.sa. البنات بس بتوع المناطق هم اللي هيبعتوا لي نسخة على الميل في الاول في الميعاد، والنسخة الهارد كوبي الورقية المطبوعة هتتسلم مع امتحانهم في المناطق، هتترسل لي مع الامتحان في المناطق في ظرف الوحده. واضح يا بنات؟ يعني البنات بتوع المناطق يبعتوا لي الاول ان هم من المناطق، يبعتوا لي اساميهم ان احنا هنمتحن في المناطق. اوكي؟ لنفرض مثلا 3 بنات او 5 بنات او وات ايفر هيمتحنوا في المناطق، انا هبقى عارفه ان هم دول البنات اللي هيمتحنوا في المناطق. هيبعتوا لي الريسيرش بيبر بتاعتهم على الميل في الميعاد اللي انا محدداه. اوكي، على الميل اللي هو ميل تاودي at kau.edu.sa في الميعاد اللي انا محدداه او قبله. والهارد كوبي بقى اللي هو البحث المطبوع
هيجيبوه معاهم يوم الامتحان وهم بيمتحنوا في المناطق بتاعتهم، يجيبوه معاهم يوم الامتحان هيسلموه للمراقبة، المراقبة هيبقى عندها خبر ان الامتحان ده ليه جزء بحث لازم يتسلم، هيسلموه للمراقبة وهيتحط في الظرف مع ورق الامتحان وهيتبعت لي. لو ما تسلمش الهارد كوبي يا بنات لو هتمتحني في جدة طيب فاطمة انت مناطق وهتمتحني في جدة، ابعتهولي على الـ على الـ على الميل برضو يا 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 فاطمة. طب انت في حد يقدر يسلمه ليكي في جدة، في جدة اي حد يقدر يسلمه بدلك؟ طيب لازم هتسلموني يعني، حتى لو سلمتيني لو بعتولي على الميل يا لو بعتولي على الميل يا فاطمه لازم تسلميني هارد كوبي، لو ما سلمتونيش هارد كوبي يا بنات لا يعتد باللي انتوا بعتولي على الميل. اوكي يعني لازم تسلموني نسخه مطبوعه، لازم تسلموني نسخة مطبوعة وإلا لا يعتد، لن يعتد باللي هتسلموه بالميل، ما في اللي على الميل ده ما الجامعة ما تعترفش بيه، لازم حاجة مطبوعة تكون في إيد الجامعة وفي إيدي. أوكي؟ ال 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 المادة ليها شعبة واحدة، أنا بدرس شعبة واحدة، مفيش شعبة تانية مفتوحة. المادة شعبة واحدة مفيش شعبة تانية مفتوحة. اوكي يا بنات طبعا لازم زي ما قلت الابحاث تسلمني، لازم ابقى عارفة مين اللي هيسلمني على الميل ومين اللي هيسلمني في الجامعة، علشان لو الموضوع اتساب مفتوح كده كل واحده عايزه تبعت على الميل تبعت، كل واحده عايزه تسلم في الجامعه تسلم، ممكن يحصل لخبطه اسمكم ما يبانش ولا هنا ولا هنا، انتوا عارفين طبعا الميل ممكن قوي تبعتوا حاجه على الميل وما توصلش، فممكن يحصل اي لخبطه تختاروا الدرجه. انا مش عايزه، انا عايزه العمليه تبقى ماشيه منظمه علشان ما يحصلش لخبطه ولا قدر الله حد يبعت على الميل والميل ما يوصلش فالدرجه تضيع، فلازم لازم كلكم تسلموني هارد كوبي كلكم في الميعاد اللي انا محدداه اللي هو الحد 3 مايو ان شاء الله. اللي عايز يسلم قبليها اهلا وسهلا يجي يسلم في الجامعه برضو قبليها. البنات بتوع المناطق لازم يبعتوا لي هم مين، هم مين، ابعتوا لي على الميل كده انتوا مين اللي هتمتحنوا في المناطق عشان ابقى عارفه مين اللي هيمتحن في المناطق، يسلمني نسخه على الميل، وده غير النسخه اللي هتتباعت مع الامتحان، يعني النسخه اللي على الميل لا تغني عن النسخه اللي هتتباعت مع الامتحان. اوكي يا بنات طيب ده بالنسبه للتسليم والحاجات اللي زي دي. التعليمات بتاعه الريسيرش بيبر، الانستراكشنز بتاعه الريسيرش بيبر انا هنزلها على الموقع بتاع الجامعه اللي هو بتاع بتخشوا طبعا على الكليات زي ما بتعرفوا اللي هو الموقع اللي بتعرفوا منه المقررات الدراسيه واسماء الدكاتره والحاجات دي عارفينه طبعا كلكم. عارفينه يا بنات؟ الموقع اللي بتخشوا منه من على الجامعه تخشوا تشوفوا المقررات الدراسيه وكده اللي هو الكليات كليه من على الموقع الرئيسي للجامعه بتخشوا على الكليات، ومن الكليات بتخشوا على كليه الاداب والعلوم الانسانيه وبتخشوا ستيب باي ستيب لغايه لما تخشوا
على الموقع على الارتياح. هنزله بس طبعا ده هياخد وقت علشان لازم يتكتب له خطاب رسمي، لان طبعا الحاجات اللي موجوده كلها بتاعه الكورسات القديمه، كل الحاجات اللي موجوده بتاعه الكورسات القديمه، فانا هنزل الانستراكشنز المحدثه بتاعتي، بس بتاخد وقت شويه على بال ما ناخد بيرميشن من الجامعه، لازم خطاب رسمي ويحملوه على الجامعه. انا الفورس ميل ابعته لكم ازاي يا بنات؟ انا يعني انا لو بنت تديني الميل بتاعها واقدر ابعت لها الانستراكشنز والتعليمات اتاشمنت، بحيث ان هي تنشره على الميل بتاع الجامعه او حاجه. للاسف ان المسج كورس من على ايه؟ من على البلاك بورد يا بنات، ولا من على ايه؟ من على البلاك بورد. يعني انا لو انا لو 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 نشرته لكم من على البلاك بورد، الكورس مسج بتاع البلاك بورد بيوصل لكم كلكم. طيب فيري جود، انا هبعته لكم عن طريق البلاك بورد. اوكي هحدد لكم، بس هل لو في اتاتشمنت بتوصل مع الميل؟ فيري جود. طيب انا هبعت لكم الحاجه على الكورس مسجز، هبعت لكم الحاجه على الكورس مسجز، وربنا يسهل توصل لكم. التوبيك يا بنات، التوبيك انتوا بتحددوا التوبيك، اي توبيك في اللينجوستكس، يعني ممكن يكون خاص بالمنهج اللي احنا بندرسه. انا عارفه ان المنهج اللي احنا هندرسه الترم ده، يعني انتوا يمكن ما درستوش قبل كده، انتوا مثلا السوشيال لينجوستكس درستوها قبل كده، الابلايد لينجوستكس درستوها قبل كده، ف ممكن تكونوا ما درستوش قبل كده، ف عايزين تعملوا حاجه على توبيك من اللي درسناه في اللي هندرسه في الكتاب سنه بيها، عايزين تعملوا على توبيك في السوشيال لينجوستكس او الابلايد لينجوستكس، اتس اوكي اني توبيك ان لينجوستكس. ممكن في اني توبيك ان لينجوستكس، يعني ممكن في السوشيال لينجوستكس مثلا ممكن تعملوا على الديفرنس اوف دايلكتس مثلا، على ال effect of age مثلا على اللانجوج، او الايفكت اوف جندر على اللانجوج، جندر ديفرنسز او ايج ديفرنسز او كده، عايزين تعملوا على الابلايد لينجوستكس. ممكن تاخدوا اثيري مثلا زي البيهيفيرست مثلا، وهاو ات افكت لانجوج كريتيكال مثلا، تاخدوا الكريتيكال ايج ثيري وتتكلموا عنها، تاخدوا البرونسيشن، تاخدوا ففي توبكس كتير قوي. انتوا المفروض ان انتوا دارسين الحاجات دي، المفروض ان انتوا تكونوا عارفين حتى هتستخدموا ايه. الصفحات طبعا انا هبعتها لكم في الانستراكشنز، بس هي هتبقى from 3 to 5 pages، from 3 to 5 pages، حوالي 1500 كلمة or maximum، يعني حوالي كده from 3 to 5 pages. طبعا تايمز نيو رومان، هتستخدموا الاي بي اي ستايل في الدوكيومنتيشن، هيكون في لازم طبعا انتدكشن وكونكلوجن والبادي بتاع البيبر، وتعملوا دوكيومنتيشن. لا اي بي اي ستايل، الاي بي اي لا مش الام ال اي يا بنات، الاي بي اي ستايل، اي بي اي اوكي دوكيومنتيشن. اوكي الاي بي اي دوكيومنتيشن يا بنات، وطبعا كلكم انتوا درستوه. واحد تعملوا دوكيومنتيشن، لازم يبقى فيه في الاخر بيبليوجرافي او ورك سايتد بيج فيها الريفرنسز اللي انتوا استخدمتوها. وطبعا بتعملوا ان تكست سايتيشن لو خدتوا، طبعا انتوا عارفين الفيجرزم، يعني لو خدتوا كوتيشن، لو خدتوا بارافريز، لو خدتوا سامري، لازم تعملوا لها دوكيومنتيشن
بطريقة الـ APA، بتكتبوا اسم الكاتب والـ year of publication بتاع الكتاب أو الـ source اللي انتوا واخدين منه، ولو هي quotation بتكتبوا كمان الـ page number. اوكي، لان كل الحاجات دي انتوا بتتحاسبوا عليها، الـ in-text citation بتتحاسبوا عليه، الـ documentation اللي هو الـ references في الآخر هتتحاسبوا عليها. الـ لا لا، انتوا انا في هبعت لكم طبعا الـ APA style موجود، انتوا درستوه في الـ research page، في الـ research method. و لا maximum 5 pages، maximum 5 pages. وموجود على على النت، في هبعت لكم سايت كده، انتوا لو كتبتوا على النت كده APA documentation style هيطلع لكم APA documentation style، هيطلع لكم ال documentation style طريقته ازاي وكده. وطبعا هبعت لكم من ضمن الانستركشنز، هبعت لكم من ضمن الانستركشنز لينك تقدروا تدخلوا على سامبل بيبر كده، فيها ال بتاع تقدروا تدخلوا تشوفوا ال الدوكيومنتيشن ستايل شكله ايه، وبيبقى الرول بتاعته هو نازل على النت ممكن تلاقوه. فروم يعني 4 تو 5 سورسز يا بنات، 4 تو 5 سورسز. اوكي، ان شاء الله. طيب any questions so far؟ طيب نقدر نبتدي بقى في الـ في الـ في الكتاب. طبعا احنا مش هنستنى لغايه ما تجيبوا الكتاب، يا ريت الكتاب تجيبوه يكون معاكم المره الجايه عشان تقدروا تتابعوني وانا بشرح. لكن النهارده هنبتدي كده ب just يعني an introduction، ونبتدي في الكتاب ان شاء الله. اوكي، طيب هنبتدي ب introduction concepts in pragmatics and discourse. اوكي بنات، طبعا انا كل حاجه هشرحها او هقولها بكتب، انا بكتب التايتل بتاعها. اول حاجه هنبتدي بالكونتكست، اوكي. سو ليتس جيت ا فيرست لوك ات بوث، وي ار جوينج تو لوك ات بوث pragmatics اند discourse analysis. اند ليتس سي كده فيرست what they are how they are different and how they are similar to each other. If, for example, kida I give you a very famous words of Queen Victoria, and she says, "We are not immune." Okay, Queen Victoria says, "We are not immune." Okay, this is famous words for Queen Victoria, and she says we are not immune.
if we analyze it from the point of view of grammar يا بنات هنقول ان we is a noun phrase subject is the subject of the sentence طبعا which is a first person plural pronoun اللي هو we are is the main verb not is a negative marker amused is an adjective complement طبعا كل ده احنا we are if we are analyzing the sentence like this يبقى احنا we are doing an analysis of syntax يبقى لو if I analyze the sentence saying in we is the subject of the noun لو noun phrase subject are is the main verb not is a negative marker amused is an adjective complement كل ده طبعا يبقى احنا هنا we are analyzing the sentence from the point of view of syntax. What is syntax يا بنات؟ طبعا كلنا عارفين ان syntax okay what is syntax؟ syntax all of us know that syntax is the way that words relate to each other. يبقى when we analyze a sentence from the point of view of syntax we look at how the words in a sentence relate to each other okay يبقى relationship between words in the sentence اللي هو زي ما انتم بتقولوا the structure of the sentence without taking account of the words outside the sentence من غير ما without paying attention to the words outside the sentence احنا بس بنبص على ال words inside ال sentence وبنبص على ال structure of the sentence without paying attention to the words outside the sentence يبقى احنا we look at ال grammar if we analyze a sentence from the point of view of syntax we look at the grammar and does not consider who said it to whom where when or why يبقى احنا في الحاله دي بنبص على ايه على الجرامر فقط بتاع السنتنس without paying attention to who said ال sentence to whom where the place when the time or why the reason يبقى احنا هنا في حاله زي دي ما يهمنيش ان انا اعرف ان كوين فيكتوريا هي اللي قالت الكلام ده قالته لمين مش مهم امتى الساعة كام فين the reason why كل ده is not important لو انا I'm analyzing a sentence from the point of view of syntax طيب لو خدنا برضو ال words of Queen Victoria اللي هي we are not amused let me take it a new page if we analyze the same words and we look at the meaning of her words in isolation لو احنا بصينا على the same sentence اللي هي we are not amused and we try to analyze the meaning of her words in isolation ممكن نقول نقول ايه نقول ان we indicate the person speaking indicate the speaker صح are is a state not an action amused is synonymous with words like entertained or distracted يبقى احنا في الحاله دي we are looking at ايه يا بنات we are looking at semantics if we take the sentence and we analyze it like this قلنا ان we indicate the speaker are identified a state not an action amused is synonymous with words like entertained or distracted يبقى احنا هنا we are looking at semantics what is semantics يا بنات كلنا عارفين ان semantics what is semantics Semantics is the study of meaning. Very good. Semantics is the study of meaning. But the study of the meaning of words by themselves is the study of
the meaning of words by themselves. معنى ايه؟ معنى ان انا I'm studying the meaning of words out of context. Out of context. As they are in the dictionary. يبقى هنا semantics has to do with the study of words, of the words by themselves out of context as they are in a dictionary. If we move on to pragmatics and discourse analysis, let's take the pragmatics. Okay, if you move on to what pragmatics and discourse analysis are, we can say that they are approaches to studying languages relation to the contextual background features. يعني ايه they are approaches to studying languages relation to the contextual background features. يبقى they are approaches to study language in relation with context. يبقى أنا في الـ syntax كنت ببص بس على الـ structure of the sentence والـ parts of speech of the words. في الـ semantics كنت ببص بس على الـ meaning outside الـ context على الـ meaning as they are the meaning of words as they are used in the dictionary. لكن في الـ pragmatics والـ discourse analysis I'm looking at language in relation to context. يعني ببص على ال language and the context in which this piece of language is used. Okay? So, for example, from the pragmatics and the discourse analysis point of view, we would take into account the fact that, for example, Queen Victoria had been depressed. Why is she depressed? يهمني قوي ان انا اعرف السنتنس دي اتقالت امتى وفين ومين اللي قالها ومين. فيهمني قوي ان انا اعرف مثلا ان Queen Victoria is the one who said this sentence. وشي said it to whom? She said it to her court. الناس اللي الحاشية بتوعها in the court. و when she said this, when she was depressed due to the death of her husband. كانت sad و depressed لأن her husband died. Her husband اللي هو Albert died. And she knows in her courtiers, اللي هم her court, the people in the court knew this. And she said this, يعني ان انا اعرف when did she say it, she said or she said these words as a response to a joke which they had a just win. قالت ده امتى؟ قالته as a response to a joke that the members of the court had just made. يبقى هنا عشان افهم او to analyze this sentence from the point of view of pragmatics and discourse analysis, and I should know elements of the context. Who said this to whom, when, where, and why. يبقى في الحالة دي we would be able to analyze it from the point of view of pragmatics and discourse analysis. Okay? هنا if we analyze it from the point of view of pragmatics and discourse analysis, we would say in the Queen Victoria's intention was to stop her court from trying to make her laugh and lift her out of depression, and that this statement implies a reminder that she has to be respected as queen. When she is implying in here, she is the queen. عشان كده استخدمت كلمة we, where they have to respect her as a queen. يبقى في الحالة دي هنلاقي إن the pragmatics and discourse analysis have much in common. In this case, we can say in
the pragmatics and discourse analysis, they have much in common. They both study context, text, and function. يبقى pragmatics and discourse analysis both study context, text, and function. اوكي يا بنات، وطبعا كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي احنا بنحاول نفهم بس يعني what is pragmatics and discourse analysis، ده هنتكلم عليها in detail later on when we study the book. اوكي، any questions so far؟ طيب احنا قلنا بقى، احنا قلنا 3 new terms كده، قلنا context وقلنا text وقلنا function. let's كده take each one and try to understand it. هنبتدي بكلمة context. okay let's first look at context. طيب if you look at the context we'll find that both pragmatics and discourse analysis study the meaning of words in context. both ال pragmatics and discourse analysis they study the meaning of words in context. بمعنى analyzing meaning that can be explained by knowing the physical and social words and factors involving ال communication. يبقى لما أقول context يبقى أنا بتكلم على ال meaning which has to do with knowledge of the physical and social world. زي ما قلنا لما اتكلمنا على Queen Victoria قلنا إن ال this or these words were said فين in her court. مين اللي كانوا موجودين؟ Queen Victoria و her court. و يبقى ده الفيزيكال والسوشيال وورلد. وان امتى؟ وان شي واز ساد اباوت هير هازبند ديث. يبقى كل ده بنعتبره من ضمن الفيزيكال والسوشيال وورلد which influences the communication. برضه it's important to know the time and place in which the words are uttered. ال time وال place اللي play these words were uttered in أو written. يعني لما بنتكلم على discourse analysis و pragmatics مش بنتكلم بس على spoken language، لا كمان written language. يعني احنا ممكن نعمل analysis spoken or written language. اوكي يا بنات؟ طيب both approaches focus on the meaning of words in interaction. يبقى ال both approaches يا بنات focus على ايه؟ على meaning، بس meaning in interaction مش meaning in isolation زي ما قلنا في ال في السيمانتكس. ما هوش meaning in isolation، لا ده meaning in interaction. يعني interaction يعني في communication او interaction between ال participants in a language event or in a linguistic event. يبقى meaning of words in interaction and how interactors communicate more information than the words they use. وازاي ال interactors communicate okay more than what they actually say. زي ما قلنا بالظبط، نرجع تاني برضه للاكزامبل بتاع كوين فيكتوريا لما قالت ايه؟ قالت وي ار نوت اميوزد. اوكي، هل هي بس كانت بتقول ذيس ستيتمنت علشان تو ستيت ان هي شي از نوت اميوزد، تو ستيت بس الخبر ان هو سينج ان انا ايم نوت اميوزد؟ No, of course, she was not a stating a
a piece of news إن هي she is not amused. لأ she was saying more by saying these words. She was saying more than was actually said. She was saying to her court, stop joking. You should respect me as a queen. You should respect إن أنا I'm sad about my husband. So stop joking. يبقى كل ده هي كانت ايه ما كانتش بتقول we are not amused عشان بس تقول لهم ان هي she is not amused. لا هي كمان بتطلب منه كأنها giving an order as a queen for them to stop joking. اوكي يا بنات؟ هنا ال speaker's meaning depend على ايه؟ يعني ال Queen Victoria when she said we are not amused depended على ايه يا بنات؟ depended على ال shared knowledge between the speaker وال hearer مش كده؟ she depended on ال shared knowledge between the speaker and hearer. She knows in her court know that she is sad, that she is depressed. Why? And she knows, nobody know the reason why she is sad and depressed because of the death of her husband. يبقى هنا في shared knowledge between Queen Victoria and her court ولا لا؟ Very good. Yes, there is a shared knowledge between Queen Victoria and her court, يعني between the speaker اللي هي Queen Victoria وما بين her court اللي هم ال hearers. Okay? طيب, the second feature that pragmatics and discourse analysis have in common اللي هو discourse. و text. Okay, yeah, the second feature that pragmatics and discourse analysis have in common is that they both look at discourse. They both look at discourse. ايه هو discourse؟ اللي هو the use of language where they both برضو look at the text. اللي هو ال pieces of spoken or written discourse. Okay? يبقى both ال pragmatics with discourse are interested in context, وشرحنا يعني ايه context, we're interested in discourse, اللي هو the use of language, وال text, اللي هو ال pieces of spoken or written discourse. They concentrate on how stretches of language become meaningful and unified in for their users. من الحاجات اللي هما they discourse analysis and pragmatics concentrate on اللي هو how stretches of language are meaningful and unified for the users of the language. ازاي ال text is meaningful and unified for ال speaker وال hearer. Okay, discourse analysis calls the quality of being meaningful and unified بنسميها coherence. This feature في discourse analysis اللي هو okay نكتب بقى كده in discourse analysis. meaningful and unified
equals coherence. نسميه ايه؟ نسميه coherence. اما in pragmatics meaningful and unified equals relevant. اوكي يا بنات، يبقى في pragmatic في discourse analysis لما اقول ان التكست is meaningful and unified يبقى انا بتكلم على الكوهيرنس. اما في pragmatic لو بتكلم على ان التكست is meaningful and unified بسميه relevant. بسميه ايه؟ relevant. اوكي، يبقى في فرق في المسميات ما بين ال quality of being meaningful and unified في discourse analysis بسميها coherence، في pragmatics بسميها relevance. طيب let's move to another point. Any questions so far يا بنات؟ حد عنده سؤال قبل ما نسيب النقطة دي؟ طيب let's move to another term اللي هو بنقول عليه co-text. Okay, and co-text is concerned more with the discourse analysis. الكوتكست له علاقة أكتر بالdiscourse analysis which focus on cohesion، لأنها it has to do with the idea of cohesion and how words relate to each other within the text. إزاي ال words within the text relate to each other referring backwards or forwards to other words in the text. وhow we refer backwards or forwards to other words in the text. يبقى الكوتكست هو ايه يا بنات؟ الكوتكست هو الوردز surrounding الايه الاثرنس او السنتنس that we are looking at. الوردز that came before it in the text or will come after it in the text. اوكي؟ دين قلنا ليه حاجة ليها علاقة بالبراجماتكس اللي هي relevance. احنا قلنا ان relevance ده has to do with pragmatics، يبقى هنتكلم على relevance theory. Okay. In pragmatics, relevance theory is the study of how the assumption of relevance holds text together meaningfully. اما relevance theory in pragmatics فليها علاقة ب how we as readers or hearers assume in anything that we hear is relevant to what we've heard before, okay, or what will come after it. فهنا بنتكلم على ان irrelevance. Okay, this assumption of relevance هو اللي holds the text together meaningfully. هو اللي holds the text together meaningfully. اوكي يا بنات، اخر حاجه هنتكلم عليها، احنا قلنا ان هما pragmatics و discourse analysis they both study the context والtext والfunction. اتكلمنا على الكونتكست واتكلمنا على التكست، هنتكلم على الفانكشن. اوكي، pragmatics and discourse analysis share together their concern or their interest in function. ايه الفانكشن؟ هي speaker's short term purposes in speaking
and long-term goals in interacting or communicating with other people. يبقى الفانكشن هي عبارة عن short-term purpose of speakers in speaking. الpurpose اللي هي الpurpose الحالي, الright, الimmediate, الright away, الspeaker is trying to achieve, والlong-term goal, الهدف, الlong-term goal that the speaker has in a communicating with other people. هلاقي ان ال Queen Victoria's purpose was to stop the courtiers trying to make her laugh, مش كده؟ يبقى ال long term goal of Queen Victoria was to a was to make the court stop trying to make her laugh. Trying to make her laugh. Okay? يبقى ده ال function بتاع ال sentence اللي قالتها Queen Victoria. طبعا هنا هندرس في الحالة دي هندرس حاجة something which is called speech act theory, وده برضه هنتكلم عليها بعد كده later on. Speech act theory. Okay. In the speech act theory, the speech act theory describes what utterances are intended to do, utterances by saying something. What is the intention of the speaker is trying to do what with the utterance, either mention to promise or to apologize or to threaten. Okay, أنا لما بقول أي حاجة بيبقى في something that the utterance is doing. The utterance is doing something. عشان كده بسميها speech act theory. The utterance is doing something, either a promise or apologize or threaten. زي مثلا لما أقول إيه يا بنات, أجي لحد مثلا وأقول له إيه, I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. ممكن قوي I'll see you tomorrow دي في context معين, ان انا مثلا استخدمها as a promise, بوعد حد ان انا هشوفه بكرة. اوكي, او في context تاني ممكن اكون بستخدمها كثرت, بحذر حد او بهدده انا هشوفك بكرة. اوكي, ف يبقى نفس الجملة could be used مرة as a promise, مرة as a threat. طبعا كل ده بيبقى على حسب ال what we are doing with the utterance in a certain communication. The difference بقى between discourse analysis, okay, difference. And pragmatics. Difference between discourse analysis and pragmatics is on the structure of the text. The emphasis, how they emphasize the structure of the text. In discourse analysis, we study large chunks of language beyond the sentence level. في الـ Discourse Analysis احنا بنركز على larger parts of the language beyond the sentence level, أكثر من الـ sentence اللي هو الـ text and how it is the text is organized. يبقى احنا we don't look at the sentence level, لكن بنبص على الـ longer text beyond the sentence level and how it is organized. وده طبعا واضح حتى في ان احنا بنبص على الكوتكست
بتاع التكست نفسها الكوتكست، قلنا السنتنسز اللي جايه قبل واللي جايه بعد التكست that we are looking at. اما البراغماتكس يا بنات gives importance to the social structure or the social behavior expressed in the communication. زي social distance between speakers. How social distance between speakers affects the communication act. زي مثلا whether they have one is more powerful than the other. زي مثلا لما نقول teacher student أو employer employee أو father son أو mother daughter. يبقى هنا في power difference. أو whether they have the same power زي مثلا ما يكون two brothers مثلا speaking to each other أو brother and sister. اوكي ولا في solidarity كمان هما they are close to each other زي مثلا ما نقول ال brothers أو ال friends أو whatever. هنا ال pragmatics describes the unwritten maxims of conversation that speakers follow in order to cooperate and be socially acceptable to each other. هنا في الـ pragmatics احنا we look at الـ بنسميها cooperative principles. Okay, اللي هي how people cooperate with each other. These are unwritten maxims of conversation by which people or speakers cooperate with each other in order to be socially accepted. Okay, Bennett? Any questions so far? طيب let's start كده بقى with أول حاجة ال context. هنتكلم على ال context outside the text. Context هنتكلم على ال context outside the text. هنا we are going to look at the meaning of words in context. يعني ايه the meaning of words in context؟ اللي هو ال physical and social world. يبقى ال context عندي هنا I'm looking at the physical and social world and assumptions of knowledge that the speaker and hearer share. يبقى لما بتكلم على الكونتكست بتكلم على ال physical and social world and ال shared knowledge, ال assumed shared knowledge between ال speaker and ال hearer. يبقى physical, اكتبها كده physical and social context and the assumed shared knowledge between the speaker and hearer. يبقى انا بتكلم على الكونتكست انا بتكلم على الفيزيكال اند سوشيال وورلد اند ذا اسيومد شيرد نوليدج بتوين ذا سبيكر اند هيرر. طبعا هو في اكزامبل هنا موجود عندكم في الكتاب يا بنات بيج 3 انا هقراه طبعا لان الكتاب مش قدامكم دلوقتي. هما بتوين ذيس از ا كونفرسيشن بارت اوف ا كونفرسيشن بتوين تو ستودنتس
in the Applied Linguistics Department of the University of Edinburgh. عندي two students, واحد اسمه DM و AF. DM is an Englishman and he had planned to go to Spain for Easter. فما قرر ان هو to spend an Easter vacation in Spain, but could not afford the ticket. He could not, he didn't have money to pay for the tickets. He tells another student, اسمها AF, which is a Scottish woman. She is a woman from Scotland. That he ended up going hill walking in Iran. No, instead of going to Spain, he spent the vacation climbing a hill في منطقة اسمها Iran. Iran is an island off the west coast of Scotland. Iran دي جزيرة في الساحل الغربي من Scotland. Let's look at what knowledge do they assume that they share. طبعا احنا عشان نفهم الداخل لازم نعرف مين اللي بيتكلم, هم مين, two students in the Applied Linguistics Department of University of Edinburgh. واحد منهم is an Englishman, the other is a Scottish woman. He was planning to go to Spain but he couldn't, so he went to Iran, which is an island off the coast of Scotland. Background information دي مهمة عشان إيه, in order to understand a conversation. هنبتدي بقى نشوف إيه, what knowledge do they assume إن هما they have or they share together. عندي AF says, so you went to Iran, a bit of a come down, isn't it? And then she is laughing. DM, it was nice actually. Have you been to Iran? AF says, no, I've not. Like to go. DM, did a lot of climbing. AF, ha ha ha. This كده بنسميها back channels يا بنات. لا هو هنا she's not laughing, she's not saying ha ha ha. لا she's saying يعني she is this is we call it back channels. كأنها بتقول له ايه go on, يعني انا I'm following you. DM, I went with Francesca and David. AF says برضو ايه back channel, برضو she is inviting him to go on with what he's saying. Francesca's roommate and Alice's, a friend of Alice's from London. There were six of us. Yeah, we did a lot of hill walking. We got back. Michelle and I got home. She looked at her knees. They were like this, swollen up like this, because we did this enormous 8-hour stretch. AF says, Okay. يبقى هنا دي ال conversation يا بنات اللي ما بين AF and DM. Okay, طيب هنا we are typically we have three sorts of context. Usually يا بنات we have a three sorts of context or three types of context. Number one, بسميه situational context. Number two, background knowledge context. Number three, the co-textual context.
يبقى انا عندي 3 types of context يا بنات: the situational context, the background knowledge context, and the co-textual context. اوكي يا بنات، احنا we stop here for today. مرة جاية ان شاء الله هنبتدي من النقطة دي، هنبتدي من ان انا اشرح what are these three context, these three types or kinds of context, اللي هو situational context, background knowledge context, and co-textual context. علشان الوقت دلوقتي احسن المحاضرة ممكن تقفل علينا من غير ما تسجل. اوكي يا بنات، any question so far؟ حد عنده سؤال؟ طيب see you next time ان شاء الله، وانا هحاول ان انا ابعت لكم الانستراكشنز بتاعه ال 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 ريسيرش على الميل، الكورس مسجز، و بحيث ان انتوا تبلغوني المره الجايه هي وصلت لكم ولا لا. اوكي طيب see you next time ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.